فأجا الدكتور، دكتور درزي بتكلم العربية يعني هناك، تعرف هناك من كل المرضى اللي كانوا معاك، لأنه كنت وين؟ بتل أفيف. بتل أفيف يهود، يهود وعرب، مسيحيين، مسلمين، ودروز، أجانب، دروز من كل الطوائف والجنسيات. فكنت أشعر أنه أنا بدي أحكي لهم عن سبب الرجاء اللي فيه. فأجا الدكتور درزي بقول لي: كاثرين، أنا في حياتي ما شفت مريضة سرطان هالقد عندها فرح وقوة وعندها طاقة إيجابية. أرجوكي أدخلي على أوض المرضى، احكي لهم، قويهم، قوي لي إياهم، في كتير مكتئبين، في كتير محبطين، أدخلي وإحكي معهم. فعلا الرب سمح لي إنه أحكي مع ناس جدا متألمين. حادثة من الحوادث، في أب يهودي ابنه قاعد بموت، عمره 30 سنة أو 31 سنة، كان في آخر مراحل، إله سنة بتعالج أو سنتين، وجربوا كل طرق العلاج لكن فيش شفاء، نوعه سيء السرطان. فكان إحنا رحنا أخذ جلسة الكيماوي وهو في حالة نزاع، وأنا كنت شايفته الصبح أنا وكريم جدا جدا ضعيف، جدا تعبان، كأنه بدي يموت. بقول لكريم: هذا الزلمة كتير مريض، شكله بده يموت. أثر علي منظره، حزنت على شكله. كانت معاه زوجته أظن، بس من بعيد لبعيد شفتهم. في نفس الليلة أبوه قاعدين بنشرب إشي، حكينا معاه، تعرفنا: من وين أنتوا؟ إحنا من فلسطين. هم يهود، تعرف، إحنا من فلسطين ومن بيت لحم وهيك. فبقول لي: أنا بحييكي على الفرح اللي عندك، أنا مستغرب كيف فرحانة هيك وإنتي. وشرحت له عن نوع السرطان اللي عندي، وإنه أنا منتشر، وإنه أنا قالوا لي 6 أشهر وإنتي قاعدة بتموتي. فبقول لي: طب كيف قادرة تفرحي؟ أطلب منك طلب؟ بقول له: تفضل. بقول لي: كنتي بكرة بدها تيجي على المستشفى وهي كتير محبطة وتعبانة، أرجوكي احكي معها، خليها تتغير. قلت له: أوكي. تعرف أنا بحكيش عبري وإنجليزي، بدبر حالي، بسلك حالي في الإنجليزي. تاني يوم أجت كنتو، شخص جدا جدا غضبان، غضبان على الله، زوجة قاعد بموت وعندهم طفل صغيرة، فعرفني حماها عليها. فأنا قلت لها، بتقول لي: أنا مستغربة إنك أنت هيك. بقولها: بصراحة أنا عندي رجاء إنه أنا إذا متت راح على الحياة الأفضل. بتقول لي: أنا غضبانة على الله، في الإنجليزي I don't trust his plans، أنا غضبانة عليه، وأنا لا مش أثق فاهمة في مخططه، مش بثقش في مخططه، وأنا مش فاهمة ليش بدي يأخذ زوجي. قلت لها: المرض مش من الله، ليش إحنا دائما بنحط كل الإشي اللي مش منيح على الله؟ مرات الطبيعة، مرات الأكل، مرات أشياء كتير مش من الله المرض. بس ثقي إنه إذا كان عنده علاقة مع الله راح يريحه وراح ينتقل على عالم تاني. وكنت أحكي له عن الرجاء وأحكي له عن الحياة الأفضل وهيك. بتقول لي: أنا اتغيرت طريقة تفكيري وإنتي عطتيني سلام في قلبي أنا من زمان ما شعرته. كأنه صار نوع من السلام مع الله. بقول لها: يمكن أنت هلأ مش فاهمة ولا رح تفهمي ليش جوزك مريض. تعرفي ليش؟ لأنه إحنا عنا مخ محدود، دماغك محدود، كيف بدك تفهمي؟ بس الله غير محدود، مش دائما بنفهم الأشياء.